مشاهدينا الكرام، لتسليط الضوء أكثر على الحراك الثوري في الذكرى الأولى لانطلاقة الموجة الثانية من ثورة تشرين وبيان هيئة علماء المسلمين في العراق حول ثورة تشرين، ينضم إلينا عبر سكايب الناطق الرسمي باسم هيئة علماء المسلمين في العراق الدكتور عبد الحميد العاني. أهلا بكم دكتور. بداية، أكدتم اليوم أن أهم أهداف الثورة التي تحققت هي إحداث التغيير المطلوب في العقل الجمعي للشعب. هل هذا كاف لتحقيق مطلب الثورة الرئيس بإسقاط نظام المحاصصة الطائفية؟ نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لك المشاهدين ونحيي شباب الثورة في جميع الساحات من في العديد من المحافظات العراقية الذين خرجوا للمطالبة بحقوقهم المنهوبة واستعادة بلدهم الذي ذهب ضحية أطماعه الغرباء وأذناب الغرباء. نعم، هذه هي أهم علامة من علامات وربما الخطوة الأساسية نحو التغيير الذي يرجوه جميع العراقيين، لأنه هذه الخطوة أو هذه الوعي، هذا الوعي الذي وصل إليه هؤلاء الشباب هي بالتأكيد ستؤدي إلى النتيجة الحتمية وهي التغيير وعدم القبول، عدم الرضا بالحلول الترقيعية أو بالخداع، فلم يعد للخداع مكان عند هؤلاء الشباب، فقد وصلوا إلى درجة عالية من الوعي جسدوها في استمرارهم على مطالبهم وثباتهم عليها، ورغم كل الظروف، رغم كل العنف، رغم كل القوة التي وجهت إليهم، رغم كل الدماء التي سفكت من قبل في صفوفهم، إلا أنهم ثبتوا على هذه المطالب، فهي خطوة نحو الطريق الصحيح إن شاء الله تعالى. دكتور، أشرتم إلى أن شعارات المتظاهرين تعبر عن رأي الشعب العراقي بإسقاط العملية السياسية ومحاكمة قتلة المتظاهرين، هل لتلك الشعارات أي آذان مصغية أو تأثير داخل أروقة المنطقة الخضراء بعد مرور عام على الثورة؟ دكتور عبد الحميد، هل تسمعني؟ لا، انا صوتك، لا، لم يكن هناك صوت. طيب، إعادة السؤال سريعا دكتور، هناك شعارات رفعت داخل ثورة تشرين واستمرت منذ اليوم الأول لانطلاقتها، لكن هل تعتقد أن هذه الشعارات وصلت إلى من في العملية السياسية، من الآن يسمون بالسياسيين؟ يعني للأسف هؤلاء هم يسمون كما قلت، يعني يسمون سياسيين يعني ظلما وعدوانا، وإلا السياسة تعني هي إدارة البلاد بالوجه الأحسن، لكن هذه الأحزاب التي توالت على حكم العراق منذ عام 2003 منذ الاحتلال إلى الآن لم يكن همها إلا مصالحها الشخصية وإرضاء أسيادها، وهذه الشعارات هي وصلت إليهم ليست اليوم، وصلت إليهم منذ ثورات سابقة وتظاهرات عديدة خرج بها الشعب العراقي، وهذه الشعارات هي أيضا بالمناسبة هي ليست جديدة، ليست فقط في الساحات، وإنما نادى بها ورفعها العديد من زعماء العراق من القوى الوطنية الحقيقية التي وأوصلت صوتها وصوت العراقيين إلى جميع المحافل الدولية وإلى هؤلاء الذين يتسمون اليوم سياسيين ظلما وعدوانا كما قلت، لكن هؤلاء جميعا منذ اليوم الأول إلى الآن يتجاهلون هذه المطالب، لأنه ليس لهم قناعة بالشعب العراقي وليس لهم قناعة بأهمية أو فائدة إرضاء الشعب العراقي أو جدوى خدمة الشعب، هم لم يأتوا لخدمة البلد ولا لخدمة المواطنين، وإنما جاءوا لخدمة مشروع رسمه أسيادهم الاحتلال الأمريكي وبالتعاون مع الاحتلال الإيراني، ولا أما الشعب مطالبه، حقوقه، مظالمه، فهي كلها متجاهلة من قبل هؤلاء. دكتور، هناك سؤال يطرح دائما حقيقة حول وضع ثورة تشرين الآن في ظل منقطع كأنه. دكتور، هل تسمعني؟ طيب، هناك سؤال يطرح دائما في الشارع العراقي ولا يزال طبعا في ظل استمرار الاستهداف الحكومي والميليشياوي المستمر للتظاهرات، هل يمكن أن يعول العراقيون على سلمية التظاهرات فقط لإزالة الطبقة السياسية الحاكمة وميليشياتها؟ يعني هي كل السبل مفتوحة كما يقال، ولكن المهم في هذه القضية أنها يتكاتف جميع الشعب العراقي، يعني لا يمكن
الإبقاء أو التعويل على هذه الثلة رغم أهميتها، ثلة الشباب الآن المرابطين في هذه الساعات. لا بد أن يكون الثورة معناها أن الشعب جنبي أجمعه يرفض هذه العملية، والرفض له وسائل كثيرة، التظاهرات أحد أوجه هذه الوسائل. لكن من المهم جدا أن الشعب بكل شرائحه بكل فئاته أن يصل إلى هذه الدرجة من الوعي، والوعي حقيقة هو خطوة مهمة، لكنه أيضا التفاعل مع هذا الوعي. يعني لابد أن يتنازل أو يتخلى الكثير من الشعب العراقي من أنانيته، وأن يكون هنالك حس وطني أنه هؤلاء لا يريدون مطالب خاصة. هؤلاء الشباب، القوى الوطنية لا تريد يعني حكما أو تريد منصبا، هؤلاء لا يريدون وزارة هنا ولا كرسيا هناك، هؤلاء يريدون وطن، والوطن معناه الخير للجميع. فلذا الخطوة المهمة هي ليست فقط مظاهرات سلمية، مظاهرات سلمية هذه خطوة نحو الثورة، الثورة هي تغيير كلي وجذري لهذه العملية السياسية، وهذا ما رأيناه في شعارات هؤلاء المتظاهرين، التغيير الجذري. نعم. طب هناك محاولات من وسائل الإعلام الحكومية لإيصال فكرة للمجتمع العراقي أن حكومة مصطفى الكاظمي هي نتاج ثورة تشرين، هل فعلا ينظر للكاظمي على أنه نتاج لثورة تشرين رغم الدماء والتضحيات التي خرجت من هذه الثورة؟ الذي جاء بالكاظمي ووافق على وزارته هي هذه الأحزاب التي ثار ضدها الشعب العراقي. وأحد أهم الأعمال التي قام بها الكاظمي عندما جاء هو جاء بمجموعة من الإعلاميين واتبع سياسة التزييف والخداع الإعلامي للشعب العراقي، فهذه خدعة من ضمن خداعه الكبير وأساليبه المخادعة والمراوغة بادعاء أنه نتيجة الثورة وبأنه يسعى لصالح الثوار وتحقيق وغير ذلك. منذ جاء الكاظمي إلى الآن لم يتحقق أي شيء على أرض الواقع. السياسيون الفاسدون السياسيون الأحزاب السياسية الحاكمة لا زالت مستمرة بفسادها، لا يزال الإجرام مستمرا، لا يزال الطغاة وسلاحهم منفلتا، والقتلة يسرحون ممرحون، وإلى الآن لم تسترد أي جزء من جزئيات حقوق الشعب العراقي المستندة. الدكتور عبد الحميد العانية الناطق الرسمي باسم هيئة علماء المسلمين كنت معنا عبر سكايب، شكرا جزيلا لك.